مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون كلكم بخير وصحة وعافية. اليوم الصبح قلت خليني اوصل البنات للمدرسة، وابني وصاني قال لي ماما جيبي لنا معجنات تركية الريوق. قلت له ان شاء الله. فتت على محل مالت المعجنات، شفت هاي الحلويات عجبتني، قلت لك والله حلوة خلي اشتري منها. بعدين فكرت قلت ليش اشتريها، خلي اروح اني اسويها بالبيت، هم اني اتعلمها واستفيد، وهم انتم هم تتعلمون وتستفيدون منها، وبالبيت تقدرون تسووها، ومكوناتها كلش بسيطة وسهلة راح نسويها، وهم تفيدنا وهم اقتصادية نسميها. أول شي نضيف الدهن اللي سويناه على حمام مائي، ونضيف سكر بودرة، رشة الملح، بيضة، البيضة الثانية، استخدمت الخلاط الكهربائي اللي استخدمنا دهن. اضيف هنا فانيلا ظرفين، لان البسكت بي بيض نضيف له ظرفين. شوف اذا بقى التكتل، ماكو اي تكتلات. خلطت عندنا المواد، راح نسوي هسه نضيف الطحين. الطحين منخوله كامل، نضيف اول كوب. عندي هنا الطحين اختفى بالكامل، نضيف كوب ثاني. ابدي اعجنها بايدي، السباتولي صارت ثقيلة باليد. عندي معلقة البيكنج باودر، أضيف ما تبقى من الطحين بس بالتدريج، لين بعد عندنا كاكاو. في الكاكاو، الكاكاو لازم ننخله، بعض المرات يطلع عندنا تكتلات داخل الكاكاو، ما طلع عندنا أي شيء بس لازم ينخل. هذا شكل العجينة، والطحين أخذ من عندنا كوبين ونص، بقى عندنا ربع كوب، لأن كان عندنا 3 كوابة إلا ربع طحين، بقى عندنا تقريبا معلقة مال أكل طحين. تعال نسوي البسكت، نقطعه. ندخلها الفرن، وهذا وصفتنا اليوم صارت جاهزة، البسكت الاقتصادي. إذا عجبكم تعليق حلو ولايك مثلكم، وإذا أنتم ما مشتركين بقناتنا اشتركوا وفعلوا الجرس حتى يصلكم فيديوهاتنا الجديدة إن شاء الله. أترككم في أمان الله، مع السلامة.